العالم كله نحن من الدولة المصرية بخير وبشكل عام وشمال سيناء بشكل خاص بخير ونحن شايفين ان الاستفهام الإيجابي المواطنين اللي منطبق عليهم اللي هو صوته موجود وموجود يعني هو سعيد وعن وعي وعن اقتناع ان هو لازم يجي يشارك في العمليه الانتخابيه عشان ياكد للعالم كله ان احنا نعمل في اطار منظومه ديمقراطيه لبناء دوله حديثه. في حضرتك تسهيلات للمواطنين اللي هم مقيمين خارج الشيخ زويد النهارده سمعنا ان هو المحافظ سيرته تبسات يعني احنا طبعا يعني احنا يعني كان في طبعا ناس متواجده وبعدين طبعا شاركين اهاليهم هنا في العريش وباقي المراكز بيدوا اصواتهم كان لابد يبقى في نداء وطني ان هم ييسر لهم الحال ان هم يروحوا لاماكنهم ويركزوا فيها في الشيخ زويد وفي رفح وده اللي احنا بننفذه حاليا بتدبير وسائل المواصلات ان هم يروحوا الشيخ زويد عشان يدوا اصواتهم.